السلام عليكم، مساكم الله بالخير. معاكم محدثكم داود زثنيان أبو سلمان. طبعا حبيت أصور لكم نبذة عن شغلنا إن شاء الله حق موسم السدر. مثل ما أنتم شايفين اللهم بارك طال تزهير، هذا كله أشجار السدر. طبعا هذا المزروع اللهم بارك كله في المزرعة عندي، وزارع أنا اللهم بارك فوق 100 شجرة سدر. اللهم بارك الحين كله أزهر، اللهم بارك، والنحل بادي يشتغل عليه في المرعى. طبعا أعمار الشجر هنا أنا عندي قرابة 2.5 سنين. طبعا هذا المكان أنا مجهزه، إن شاء الله بعد تقريبا 2 سنين بإذن الله راح تصك مثل غابة، راح تصير عندي هنا، راح تكون مسكرة بالكامل. راح أقوم أقلم الأشجار من تحت وهيئهم علشان إن شاء الله تكون كثافة شجرية ونقدر نستفيد. اللهم بارك ريحة السدر فايح من ريحة الزهر. اللهم بارك، اللهم بارك. وهذا المنحل شوف حاطه جبال أشجار السدر، يعني ماكو شيء بعيد أبد. اللوكيشن كامل كله أشجار السدر. اللهم بارك. وهذا المنحل اللهم بارك، والأمور كلها تمام بفضل رب العالمين، كلها قاعدة ترعى وترتب أمورها ما شاء الله تبارك الله. الحين عندنا تشيكات بسيطة. طبعا السدر اللي يسأل عن السدر، السدر هو شجرة الكنار. نسقيهم طبعا مرتين بالأسبوع الحين ما شاء الله. براعة السدرية كلها قاعد تطلع الآن. اللهم بارك. ها نبيل بنا شمع عندك؟ اي اي انا مشغل الكاميرا اللايف الحين هذا الموقع. طبعا احنا عندنا عدة مواقع وليس موقع واحد. شوفوا حق اللي يقول لي يسأل يقول لي مثلا ليش انت عسل السدر المميز يكون يعني مختلف، لانه في تعب يعني في مشقة ان احنا لما انا اخذ قطعة الارض هذه كلها وازرعها فوق 100 شجرة سدر، وطبعا غير اللي قاعد ازرع المكان الثاني جديد، هذا كله تكلفة. هذه واحدة من الصناديق الان ارفع انا قلت لك شرط. اللهم بارك. شوفوا هذا كله جديد. اللهم بارك. صف ثاني. اللهم بارك. طبعا هذه الاقراص طبيعية من بني النحل. نزل هذا نبيل، نزل طلع للثانية. ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها اقراص جديدة من بني النحل نفسه، الشمع هو اللي قاعد يبني. اللهم بارك. هذه الاقراص الدائرية تشوفونها داخل واضحة، النحل شغال على بنيانها. اللهم بارك. وهذا الصغار اللي بعدهم هم يدة قاعد تنبني الحمد لله ورب العالمين. شوف هذه الشجرة السدر يعني أبد، إن شاء الله أمورهم من أحسن إلى أحسن بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. شوف ورع النحل. اللهم بارك. هذه مراعينا، وإن شاء الله بعد تقريبا شهر من الآن بإذن الله راح نقطف عسلتنا. طبعا احنا قاعدين نسقي الحين وقاعدين نعطي NPK ونعطي 15 15 حق الشير نفسه مع الماء ينصبه.
علشان لأن ضربة الشمس اللي جتنا شوية سدحت الشجر، لكن الحمد لله في تعافي لله الحمد، والتزهير يعني جيد لله الحمد. اللهم بارك. شوف هذه كثافة تزهيرها ما شاء الله جميلة جدا. والنحل طبعا في فترة العصر غير، فترة الصبح غير، فترة الصباحية تشوف كثافة النحل أكثر من الآن. وأول ما تفتح الشجرة الصبح طبعا هي بداية التزهير، يعطيك حبوب اللقاح، بعدين يعطيك رحيق، فالنحل يقوم يأخذ حبوب اللقاح، وبعد فترة بأسبوع أو أسبوعين يبتدي عاد يعطيك الرحيق. والحمد لله هذا أشجار السدر مثل ما تشايفين. احنا لما نقول المرعى، المرعى وايد مهم. الله مبارك. تعال تعال اسمك جنقير، تعال شوف هذا الحطب اللي تكلمنا عنه قبل فترة. هذا الحطب اللي حق من الشير اللي طيح من الشارع اللي يقطونه الناس. طبعا انا اقوم احطبه واقطع منه، وبالليل نشتغل فيه مشاوي، تشتغل فيه اللي تبي. يعني ممكن تستفيد من الاشجار المقطوطة خاصة بالفترة هذه، تاخذ لك منشار قيمته ما يعادل تقريبا 20 دينار او 19 دينار، وتقدر تقطع فيه اكثر من 5-6 طن من الخشب هذا، وتستفيد منه طول فتره الشتاء، شبه نار حق الشوي حق الشاي تقدر تستفيد من عنده. طبعا هني المشروع الثاني اللي هو مشروع الاحواض السمكيه. اللهم بارك ولله الحمد. يعني هذه برضو من المشاريع الناجحة معانا فضل رب العالمين. اللهم بارك. الأحواض هذه هذا بايبات بي بي سي، هذا البايب اللي يسحب الماي مع المفتاح ماله، هذا يسحب الماي ويروح حق الشروب، وهذا حق الأكسجين مثل ما انتم شايفين يطلع الفقاعات. احنا نحط لهم تحت كذي بحيث انه يعطيهم الشغل. الله مبارك. طبعا هذا البايب مال اللي صبت الماي اللي احنا لفه على الصوبين. الله مبارك. حياك الله ابو محمد. هلا والله. هلا ابو سلمان. هلا بزين. الله حياك. شلونك؟ الله يبارك. بشرنا عنك، اموركم طيبه؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. الله يحفظك. الجوله الحلوه. الله يحفظك. اي والله قلنا ناخذ جوله شوي بالموقع. اي والله. يعني نشوف اللي حياكم الله جميعا اللي موجودين باللايف. اي والله. المراعي ومشاريع مزرعه ثنيان. هذا الحين تشوفون احواض السمك، سمك البلطي انتاج كويتي 100%. الحمد لله فعلا. طبعا ابو سلمان قاني عن التعريف، شخص مجتهد، واللي موجودين عندنا في الحساب كل من يثني على هذا الشيء. الله يحفظك. والله بالعكس الواحد يفتخر انه يقدم شيء حق ديرته وحق اخوانه وحق اهله وربعه، شيء زين اللي يعني على قولتهم يعني احنا اولى فيه بهذا الشيء، ونقدم الشيء الطيب واللي تعودنا عليه وتربينا عليه. اي ما شاء الله. بسلمان ما دام الناس موجوده يعني 50 شخص ما شاء الله باللايف، خلنا نعطيك نبذه كذي بسيطه عن مشروع المزرعه والمناحل. اي تفضل. متى بلشنا احنا بالمشروع المناحل الثنيان؟ نعم. يعني متى اسسنا اللي هو اول بدايه انطلاق مناحل الثنيان ومزرعه الثنيان؟ في اي عام؟ في سنه 2016 تقريبا او 2015، والله ماني ذاكر تحديدا بين 15 وال16. حلو. بديت اسس هذا المشروع، وكان المشروع بدايه صراحه ما كانت الفكره تجاريه في البدايه، يعني كانت شخصيه. يعني كنت مفكر اني انا انتج عسل حق البيت، حال الناس اللي يحطون مناحل خاصه وكذي ويشتغلون عليها.
حلو. وفعلا طبقت هذه الفكره، حطيت لي كم خليه نحل حقي شخصيه، وعقب فتره نقلت النحل مكان ثاني، ومن صورت مره مرتين قاموا لها الكلمه يطلبون، هذا يطلب هذا يطلب، فحسيت ان المساله راح تصير صعبه، ان الانتاج اللي بطلعه ما راح يكفي يعني اخواني واهلي، احنا كميه بسيطه. فقلت ها لا خلنا ازيد الكميه شوي، كان اقوم ازيد عدد الخلايا، قلت بحيث ان اغطي حق يعني المحيط مالي، والحمد لله انتجنا العسل وفعلا قدرت اغطيهم. وتفاجأت ان جوده العسل اللي انتجناها كانت جدا جدا رائعه وممتازه والمستوى عالي جدا، وصراحه يعني يستاهل تعبها، يعني يوم شفنا كذي قلنا والله فعلا تستاهل تعبها، مو خساره فيها. اي ما شاء الله. اي والله والحمد لله. ومن بعدها قمنا عاد كل سنة نزيد شوية نزيد شوية، ما شاء الله زاد الطلب، وكل من ياخذ ويجرب ويعجب الشغل أكثر وأكثر، والحمد لله لغاية ما يعني وسعنا عاد فضل رب العالمين، صرنا بالكويت والإمارات والمغرب وعمان والحمد لله. اللهم بارك. وسلمان مساء يسألون سؤال باللايف، يقولون متى موسم السدر يبدي بالكويت ومتى ينتهي؟ نعم يبتدي، تقدر تقول طبعا هو يختلف من مناطق الكويت، من منطقه لمنطقه، مثلا بالوفره غير، صوب الشالهات غير، اللي بالديره غير، لكن بالنهايه يعني مثلا اعطيك مثال، الحين هني بالوفره تو بادي زهر، يعني شوف الحين تو بادي طلع البراعم، تو قاعد يطلع، تو بادي برعم. اللي بالديره لا بادي قبل الوفره تقريبا باسبوع، عرفت شلون؟ اللي بالشاليهات لا من قبل اسبوعين مزهر، يعني سبحان الله يختلف من لوكيشن للوكيشن، في مواقع بشويخ الى الان ما زهرت بعد، فهني طبعا يختلف مثل ما قلت لك من مكان لمكان. فبالنهايه لكن يخلص الموسم يعني تقدر، بس احنا نقدر نقول نبدا من 1/10، يعني تبي الموقع من 1/10 يبتدي، ينتهي ب 15/11 او 10/11، من 10/11 في بعض المواقع تتأخر ل 20/11، هذا آخر وقت حق قطف عسل السدر ل 20/11. ما شاء الله تبارك. زين أبو سلمان، نعم. شنو العوائق اللي ممكن تعوش النحال أثناء الموسم؟ العوامل الجوية هي أهم شيء، أكثر شيء العوامل الجوية، مثل ما تيك غرقة، يك مطر قوي، يك هواء، يك وايد عوامل جوية تأثر، يعني أكثر ما أكثر ما أكثر شيء يأثر العوامل الجوية، يعني مثل غرقة اللي جت ذيك السنة غرقت السدر وذبحت السدر مات، كثرة الماء، الرطوبة العالية تخلي العسل خفيف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، العوامل الجوية يعني الهواء القوي، الرياح، هذه كلها يعني مثل ما صار. زين في شيء من الكائنات الإمارات، يوم كنا بالإمارات تذكر من قبل كم شهر، يوم حتى في تصوير نزلته اللي سميناه تصوير العاصفة وكذي، كان الهواء جدا قوي وصراحة تضررنا، يعني الأمانة تضررنا، يعني الحمد لله كانت الأضرار مادية، ولكن في حصل تراجع من النحل، تراجع من العسل، إن النحل رجع على العسل، رد أكله ثاني مرة، وإذا أكله طبعا تقل حصتك بالإنتاج، يعني مثل معادلة هي. إيه تبارك. إنزين في شيء من الكائنات يأثر على النحل أو يؤذي النحل؟ لا ما ماكو شيء أثر على النحل. مثلاً الطيور. يعني هو النحل طبعاً محمية، هو محاوي نفسه، الجراد يأكل المحصول يعني، بس لكن ما يدخل على النحل. الدبور ساعات يخاف هو من الدبابير، لكن هذا الحمد لله يعني بالكويت ما عندنا، ولا حتى هناك بمواقعنا الثانية. أما بس أنت أكثر شيء تخاف من العوامل الجوية اللي هي المطر والهواء القوي. طبعاً من ناحية الطيور الخضيري هو اللي يعتبر العدوك اللدود حق النحل، لأن الخضيري هذا أو يسمونه بالخليجي طائر الوروار، يأكل 200 نحلة باليوم، الطير الواحد. يعني ذولك خمسة طيور، يعني ذولك خمسة طيور أكلوا منك 1000. زين؟ فإذا لك 50 طير الحساب بتحسب. يبنح اليديد ودع الموسم. نعم. تبارك الرحمن، قاعد نشوف ما شاء الله الترتيب والنحلة سكن يعني مسكنة. أي نعم. الحمد لله تبارك الرحمن. شوف أداء النحل أمور طيبة، كله قاعد يسعى. شوف طبعا هذه المنطقه يسمونها المطار، هنا النحل يقوم سبحان الله يطب على المنطقه هذه عشان يستعد للطيران وعقب يطير من عندها، فيسمونها المطار، نقطه الانطلاق والدخول والخروج. وفي نحل تشوفها قاعد برا، هذا يسمونه النحل الحارس، هذا يتاكد ان النحله تابعه لنفس الخليه، ما تكون لخليه ثانيه.
لان زين ابو سلمان، الخلية كم ملكة فيها؟ ملكة واحدة طبعا، ما يكون فيها أكثر من ملكة، وهي اللي يعني خلاص تكون المتحكمة وتعطي الريحة والإفراز حق جميع النحل باتباعها واتباع أوامرها وتنفيذها. يعني شوف الآن، شوف تابع 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 دخول النحل، راح تشوف في بعض النحل بريوله حبوب لقاح، شوفها صبر شويه راح تشوف النقط الصفر. اي صح، كان موجود. اللهم بارك، ريحه السدر فايحه 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 بارك بالخليه. الله. زين ابو يعني سلمان، ما شاء الله الحين احنا قاعد نشوف النحل هادي، يعني هدوء ما شاء الله نعم خلاص، لان سكينة. هو الان مستقر، هو الان مستقر طبعا خلاص، الحين هو مستقر ومشغول قاعد يوفر غذاء الخليه. شوف هني النحل هني في حبوب اللقاح. يعني ابو سلمان تنصح الناس تحط مناحل بيوتها، ما بالضبط، تخاف من اذا النحل؟ عندهم، اذا عندهم اماكن زينه وكذي، لا بالعكس يحطون، ليش لا، ما يمنع. يعني عنده مكان في زرع وفي كذا وهذا، بالعكس شوف يعني شوف كلهم بريولهم حبوب اللقاح، ايه ان شوفها شاء الله تمام الرحمن. النقط ايه الصفر ذيلا بريولهم، اي هذا حبوب اللقاح. زين، شنو يصنع النحل من حبوب اللقاح بعد ما يدخل الخلية؟ هذه يصنعونه حق اليرقات، يسوونه غذاء لليرقات. يعني فيقوم ياخذون ياخذون حبوب اللقاح ويمزجونه مع شويه لعاب، لعاب النحل مع مزجه مع العسل. طبعا من هذا يصنع خبز النحل، عرفت شلون؟ ومن بعدها يقومون يمزجونه ثاني مره، يمضغونه ويعطونه حق اليرقات الموجوده بالخليه حتى تتغذى عليه، ويمزجون مزيج ثاني حق الملكه. طبعا غذاء الملكه يكون بس للملكه فقط، ما يكون حق النحل كله. يعني غذاء في الملكي بس سؤال حق ورد الملكه. عندنا قبل يومين، شنو نعم، الفرق بين حبوب اللقاح وخبز النحل؟ طبعا هو خبز فرق النحل، شاسع بس خبز انا خبز نبيك تفيدنا خبز اكثر. ايه شوف، خبز النحل هو عباره، يعني نقدر نقول عنه 80% من حبوب اللقاح، ولكن ممزوجه بالعسل مع العكبر مع انزيمات ثانيه يعملها النحل. اي تبارك الرحمن، نعم، يعني فيكون شيء يعني ايه شيء بالضبط. الفوائد خبز النحل، يعني سمعنا لها فوائد نعم ممتازة حق القلب، حق الجسم، حق نعم المناعة. فعلا فعلا، هو غذاء كامل ومتكامل. يعني اللهم بارك، غذاء النحل والعسل اللهم بارك، يعني شيء ممتاز جدا، شلون اقدر فيه استخدم فوائد خبز عظيمه النحل الحمد لله. مسلمان؟ عفوا، شلون نستخدم خبز النحل؟ خبز النحل انت في عندك عده استخدامات له، تقدر تحطه مع السلطه، تقدر تاكله مع تمزجه مع العسل، ما مثل ما كان في التصويرات القديمه انك تخلطه مع العسل وتاكله، ما عندك مشكله. تقدر في ناس تحطه يقولون مثلا، نقدر ناكله مع الشوفان، مع الكورنفليكس. اي بلا، تقدر اي طريقه، لانه هو ما في طعم حالي، يعني ما في حلا، يعني ممكن تستخدمه مع اي اكله انت حاب تاكلها، بس ما يكون فيها طبخ. حلو. اي زين، بما ان موسم الصدر وعسل الصدر من الاعسال اللي ممكن انه يتبلور، وهاي ظاهرة عسل، طبيعية يعني تحوش. شوف تبلور عسل، تبلور عسل السدر هذه، لان العسل اول شيء عسل السدر عسل طبيعي. يعني الحين انا قاعد اكلمك من اللوكيشن نفسه، من الموقع. شوف انت الحين، شوف يعني انا بس براويك، شوف بعد المسافه بين الخليه وبين شيره السدر، ما في حتى نص متر اوراقه داشه بالخليه. يعني شوف الموقع كامل، شوف هذا كله شيار سدر، كله كامل، كله فوق ال 100 شيره سدر انا زارع هنا في اللوكيشن هذا بس. زين، وراح ان شاء الله راح ازيد اوصلهم تقريبا 300 الى 400 شيره صدر في الموسم هذا ان شاء الله، مهيئ انا المكان دي. ف طبعا هذا المكان انا في المستقبل باذن الله راح تصير هذه غابه الصدر، انا راح ارفعها، يعني راح اقلم من تحت بعد الموسم، بحيث ان الاشجار تكون، وراح تصير هنا غابه صاكه كامله، غابه الصدر متكامله باذن الله. طبعا اللي يسال يقول لك والله ليش عسل الصدر يتبلور؟ عسل الصدر يتبلور لعده اسباب. اول شيء لان الان النحله قاعد تطلع، هل انا اقدر احكمها اقول لها والله اكلي من هذه الشيره ولا الشيره اللي وراها ولا اللي بعدها؟ فالشيره هي النحله، هي اللي تحكم وين بتروح، او تحكم بالاصح شنو احتياجها. فممكن هي اليوم تحتاج من تاكل من شجره السدر، وممكن تحتاج يقول لك لا والله انا باكل من شيره ثانيه موجوده في المزرعه اللي عندك او المزرعه اللي يمك. فهني انت ما تقدر، فهي ممكن تدخل رحيق من ازهار اخرى، وهذه الازهار تسبب في بلوره العسل. وفي عندك نقطه ثانيه اللي هي حبوب اللقاح، مثل ما راويتك الحين حبوب اللقاح اللي قاعد يدخلها النحل الكميات هذه هم برضو تسبب تبلور العسل. يعني من احد اسباب الرئيسيه في تبلور العسل
ارتفاع نسبة حبوب اللقاح في العسل زائد اختلاف نوع الزهرة الموجودة مع عسلة السدر. فهذا أحد الأسباب الرئيسية اللي تساعد في بلورة عسل السدر. نعم. لأن هي ما نقدر إحنا يعني أنا الحين في موقع وأمية شارات سدر وفوق هذا كله إلى الآن أنا ما أجزم وأقول لك لا والله أن العسل الموجود داخل الخلية أحادي الزهرة، هذا غير صحيح. لا أنا ولا أي حال يقدر يجزم بأن هذا 100% من السدر، لا. رغم أن المرعى ورغم المكان ورغم كل شيء، لكن ما نقدر نجزم، لأن خلاص هي تسلك سبل ربها وتروح ترى الشجرة المناسبة والمكان المناسب وتقدر احتياج الخلية واحتياج الملكة وتوفر لها حتى يكتمل النصاب عندها وخلاص وتوفر هذا. لكن احنا قاعدين نسعى انها ولكن في هذا الوقت الان غالبا ما في جرم زهرة الا السدر في الوقت الغالب الان. شجرة السدر هي اللي فاتحة، فعشان كذي النحل يرعى عليها ويجيب لك سدر، وهو اللي يكون طبعا الاغلب في الخلية، يوصل نسبته 80-85 و90 والعلم عند الله سبحانه وتعالى. زين سلمان، قبل يومين شفناك صورت عسل سدر مميز. نعم، والناس تتسولف عنه الصراحة. نعم، فالعسل هذا عسل. نعم قولي. عسل السدر هذا اللي أنا صورته هذا كان من مزرعة خاصة لأحد الشيوخ، الله يطول بأعمارهم، شيوخنا بالكويت. هذه المزرعة فيها لا يقل عن 3000 شيرة سدر معمرة، وكل شيرة عمرها أكثر من 30 سنة عمر الشيرة الواحدة. نعم، مزرعة قديمة وأشجار السدر فيها ضخمة جدا، وعسل السدر اللي طالع من عندها اللهم بارك، عسل فاخر 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 ومميز صراحة، من طعم وريحة ولون وقوام، شيء اللهم بارك، يعني شيء يعني فعلا يعتبر فاخر صراحة. ان شاء الله يعني والحمد لله، يعني الله كرمنا بكمية من عنده. صراحة كان عندنا سؤال شديد وقوي جدا، يعني كثير من الناس، ليش ما وفرت يا أبو سلمان العسل، ليش ما وفرت عسل السدر بكمية، بحيث انه احنا الحمد لله قاعد الصراحة نجتهد ان نحط في مواقع كثيرة، وقاعد نحط في اكثر من لوكيشن سواء بالكويت او خارج الكويت، وقاعد نحرص انه نوفر اجود انواع السدر تحت اشرافنا ومراقبتنا، وناس حتى لو خولنا ناس يكون ناس يعني ثقه وامينين يعني ان شاء الله. وهذا اللي قاعدين نحرص عليه صراحه. هذا السدر المميز فعلا فعلا قال له مميز، مو غشمره، واللي جربه هو اللي راح يعرف فعلا اذا كلامنا صحيح ولا لا، واللي حاب يجربه ممكن يطلب من عندك كميه بسيطه وفعلا يتاكد. العسل بامتياز بدون منازع، حتى عندي شهادة المختبر الألماني له بجودته، والشهايد نزيل وحبي ننزلها لكم. نعم، وشفنا مفاجأة مساعة مناحل اثنيان في عمان. نعم نعم، الحمد لله فضل رب العالمين. هذا التوسع فضل رب العالمين، من يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه حبينا نتوسع ونتوسع أفضل، بحيث أن نوفر ما هو في صالحنا إحنا كوطننا وشعبنا، ان دائما نبحث على الشيء الجيد الممتاز الشيء الفاخر واللوكيشن قوي. يعني الصراحه كان في جهد على ما قدرنا نوصل للمرحله هذه، وفضل رب العالمين ان شاء الله راح فعلا بعد تقريبا 25 يوم الى شهر 30 يوم راح نقدر ان شاء الله نحصد ذاك العسل، وراح نجيبه الكويت ونجربه باذن الله. الله يبارك. سلمان، في طلب وايد على العسل المغربي الدغموس. فعلا ان شاء الله راح يوصل باذن الله بعد 10 ايام تقريبا. بعد هو تصريح قوي هذا بسلمان. اي نعم، بعد 10 ايام انا ان شاء الله، انا قاعد اقول لك ان شاء الله، لان احنا الحمد لله تونا حصدنا، وفي تصوير لكن ما نزلته الانشغالي، والله في تصوير حق شغلنا بالسائل هذه، والحمد لله وان شاء الله راح ننزل عن قريب. فضل رب العالمين كان انتاج جيد، ويعني ما كانت بالكميه اللي كنا متوقعينها السنه هذه، قل الانتاج عن العام، لكن هم الحمد لله نقدر على كل حال، وعسل الله مبارك جيده وناطعه وفرش توها مقطوفه، وبغضون 10 ايام ان شاء الله راح توصل عندنا الكويت، لان انت عارف مشاكل الشحن في الوقت وايد صعبه، وان شاء الله تنحل وتوصل بعد 10 ايام باذن الله. عسل الله يبارك ووفق يا ابو سلمان، وانت من الامام ونحن من خلفك. نعم، الله يحفظك بارك فيك يا ابو محمد، وانت شايف يعني
المصلحة وايد مهمة اللي هي متابعة النحل، وخاصة في الموسم هذا لأن احنا ننطر طول السنة علشان نجيب هالعسلة هذه هالمباركة. فطول السنة هذا يلا عشان نجهز النحل والخلايا وكل التفاصيل عشان نقدر نوفر هذا الشيء. أنا ودي من خلال رب العالمين سلمان نعتذر من الناس اللي وعدناهم راح نوفر لهم نحل وما قدرنا للأسف. نعم. يعني نعتذر من الجميع أن احنا كنا لنا وعود لهم وقدر الله ما شاء فعل الظروف الراهنة اللي احنا قاعد نمشي فيها بالعالم، فما قدرنا نوفر كم كبير من النحل عشان نعطي غيرنا يعني أو نشارك غيرنا. فإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية راح تيسر الأمور ونوفر حق اللي وعدناهم ما أعطيناهم السنة بإذن الله. بإذن الله طبعًا. بس حبينا نطلع حبينا بس نطلع شيء على الخلية نشوف نطلع النحل نشوف سني مسي عليه شوف الله مبارك. طبعًا قاعد يشتغل قبل لا يزعل نسكر عليه. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك حبيب سلمان. شرفت. الله يحفظك. الله يحفظك معك الله. إن شاء الله لنا لقاءات قريبة بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بارك الله فيك. مشكور ما قصرت. الله يحفظك. شكرا يا محمد. أنا الصراحة ما قريت التعليقات ولكن لأني كنت قاعد أصور. الفرق بين عسل هني بس أنا آخر سؤال مكتوب هني عندي مكتوب إيش الفرق بين عسل السدر الكويتي والمميز؟ المميز لما أنا أقول كلمة مميز يعني مثل هذا اللوكيشن، هذا اللوكيشن يعتبر عسل مميز. ليش مميز؟ لأن مثل ما أنتم شايفين إحنا نسعى إنه يكون الموقع كله الخلايا كل اللي قدامها أشجار سدر، فهذا يسمونه عسل سدر مميز. أما السدر الكويتي إذا قلت لك أنا عسل سدر كويتي معناته أنا حاطه بالبيوت، حاطه بالمناطق السكنية يم البيت أنا طبعًا يكون مثلًا أو طبعًا حتى في المدارس أو في يعني الدوائر الحكومية حسب ما هو مسموح لنا في المواقع بأن ننتج عسلة سدر يكون فيها أشجار سدر أقل من اللوكيشن المميز. يعني كلمة مميز أن المراعي فيها أعلى من عسل السدر الكويتي العادي. يعني بالكويت مثلا نحط بخيطان أو نحط بالنهضة أو حطينا بالعرضية أو حطينا في السالمية، هناك مثلا في أشجار سدر لكن المتواجد مثلا 15 شجرة سدر 20 شجرة سدر تمام، يجيب من عندها عسل ويجيب مثلا من عسال ثانية من أشجار ثانية موجودة أزهار ثانية تكون مزروعة، فنسبة السدر فيه تكون مثلا 70% 80% 60% الله أعلم. لكن لما نقول مميز لا، هني نسبة السدر تكون فيه أعلى وريحة السدر فيه طاقة عالية جدا من طعم وريحة ولون وقوام كامل، صراحة يكون مختلف. يعني إذا واحد يسأل عن هل في فرق، نعم في فرق، والفرق حق اللي يجرب السدر الكويتي العادي والسدر المميز في فرق. نعم. بالنسبة حق دورات النحل هذه اللي يقوم فيها جمعية النحل الكويتية بالتنظيم مع الهيئة العامة للثروة الحيوانية والهيئة العامة للزراعة، ينسقون مع بعض ويسوون دورات يسوونها دائما بشهر 11، لكن ممكن السنة هذه راح يسوونها عن طريق الأونلاين وإن شاء الله راح يعلنون عنها عن قريب بإذن الله. يعني شوف هذا مثال حي الآن، شوف إحنا هذا أشجار سدر، شوف الزهر شون مفتح وشوف النحل وين موجود، موجود على الثيل اللي تحت الشجرة، لكن شوف بريولة شون قاعد يجيب، قاعد يجيب حبوب اللقاح. شوف تجمع حبوب اللقاح، شوفها رجولها صفر. شوف الآن إذا النحلة هنا هني تحدد إن هي الآن شو محتاجة، محتاجة حبوب لقاح، تقوم تاخذ حبوب اللقاح من الثيل لان الثيل ما فيه رحيق بس فيه حبوب لقاح، فتقوم تاخذ حبوب اللقاح وتعطيها حق الحضنه الموجوده اليرقات البيض الموجود الجديد، وبعدين ترجع ثاني مره الصبح. طبعا دائما النحل يرعى الصبح اكثر شيء على الرحيق لان يكون توها مفتحه وتوها مندي عسل، فيقوم ياخذ رحيقه الصبح بعده الظهر مع حراره الشمس يقوم ينشف العسل كله. فوقت الرحيق دائما الناس تسال متى وقت الرحيق، يكون الفتره الصباحيه. يعني لو انا اصور الفير هنا الصبح راح تشوفون النحل هذا تارس الشيرة من بعد الساعة 9 8 كذي خلاص يقوم النحل يرجع ويجيب بس الماي ويقوم عاد الفترة المسائية تقوم سبحان الله نفس الزهرة تطلع حبوب اللقاح لأن تكون ينشف فيها الماي وينشف الرحيق فتقوم تطلع حبوب اللقاح. لكن الآن ما قاعد تطلع حبوب اللقاح والنحل قاعد يلجأ حق أماكن ثانية فيها توفر حبوب اللقاح أكثر.
شاء الله تبارك الله. فهذا معنى كلمة عسل سدر مميز. شوف أشياء سدر شو ممدودة، هذه كلها سدر وهذا المنحل، فهني نقول عنه عسل سدر مميز. والله يعطيكم العافية وآسف على الإطالة، وصراحة حبيت أشارككم بهذا الفيديو حتى يعني تتعرفون أكثر على طبيعة عملنا وشغلنا في المناحل والمسائل مالت العسل وإنتاج الخلايا والمسائل هذه. والله يعطيكم العافية وقواكم الله ومشكورين وما قصرتم. والأسئلة اللي ما ردت عليها يعني ممكن ترسلوا لي اياها على الخاص او ترسلوا لي اياها على العام، وانا اراجع يعني اجاوب عليها كلها ان شاء الله. واعتذر عندكم لان ما انتبهت حق الشاشة. وشكرا ونشوفكم على خير ان شاء الله.